اهلا وسهلا بكم بزابينج التاسع مساء، واللي باش يكون مخصص اليوم لسهريه راس العام على قنواتنا. البدايه باش تكون على قناتنا التونسيه اللي حضرت سهريه نشطها باقتدار زميلنا علي. في برنامج عندي ما كنت عندي ما شارب حاجه لازم تحرقونا يعني. سهريه عارفه دي ديو يقعدوا في التاريخ. واستغل بعض الفنانين الفرصة باش يوريو طاقاتهم الصوتية. كالعادة كان النقاش تبادل الآراء حاضر. قطوسي ولا قطوسي؟ لا قطوسي. انتي في حد جنبيكي؟ لا مش قطوسي، قولي علي انتي قطوسي. في قرية الجنوبية استغلوا المناسبة باش يعديو وطية كانت فيها الأجواء عالمية. دورنا القنوات الوطنية وعملنا طلعة وطنية اثنين، وين عدينا نص ساعة من الترب الأصيل والموشحات. حبك ونموت عليك. كي حطينا الوطنية الأولى لقينا فنانة استعراضية. سبعة شارع المرعى شبي. وكان حاضر في السهرية النجم الاستعراضي الكبير شمس 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 الدين باشا. وهالليلة حمرا الفجر زيك بخيوط. الله 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 أحلى نادي شعبان واحلى وطنية. الله. وختمنا جولتنا بقناة الشعب والسهرية النشاطة عبد الرزاق، وعودنا شفنا نفس الشطحة الغريبة للنهدي الصغير. راجل تتهكس. واتحفنا عبد الرزاق بنجمة السهرة اللي أحرجت عديد المشاهدين على خاطرها كانت لابسة من غير هدوء. شطحة عجبت على ما يبدو كل الحاضرين في البلاتو. كل باستثناء القصص. إبراهيم اللي أعطى تفسيره لهالمقاطعة. أما أمور راهو كأولاد جنوب ما نقدروش نجوزوها، تم خطوط حمر راه ما نجوزوهاش. يا قصاص هو ده أعلى قصاص تبيتس. الحاسيبة تعطيت سهرية عالمية والواحد من نجم يقول كان اللهم لا تحاسبونا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.